خمسين سنة، 51 سنة بنشتغل في العود. البداية الاستئمام، هو اللي خلاني حبيت الصنعة دي. كنا بنشتغل فيها، كان العود أساسا كان بيتباع بجنيه وربع، بجنيه وربع، وكان الصنايع اللي هو نمرة واحد كان بيعمل بجنيه كل يوم. مهما كان العود هو أساس الفن كله، هو العود. يعني العود الشرقي هو ده الأساس. أي واحد موسيقار مش لما كانش بيتعلم على العود الأول هي الأساس. الأساس العود، بعد كده بيشتغل ورا من الناس كلها، لأن العرب هم المهتمين بالعود عننا احنا. يعني أي بيت في السعودية، في الكويت، في الأردن، في الإمارات، لازم تخش تلاقي فيه العود. لازم، ده حاجة أساسية، لأنه هو الأساس. يعني أساس العود كفاية اللي أنت بتاخده في حضنك، يعني بليه إحساس جامدة. هنا كان بيجي الورشة، كان كل اللي هم حاليا دلوقتي شغالين، اللي هم الملحنين أساسا، كان بيجوا عندنا في الورشة. كان برضو ناس فيها، ناس اتكلت على الله، وديع الصافي، الموجي، بليك حمدي، كل دول كانوا أساسيين هنا بيشتغل عندنا، ومعهم ودم بتاعتنا احنا أساسا. الخشب ده أساسا بيجي عدل واحنا بنكوي على النار، يبقى مقوس كده. في حاجة، في موجنة، في جوز، في سكامور، في بلوط، في أبانوز، أصاج، كل أنواع الخشب. العود دلوقتي حاليا ما بس بقى سعره ما فيهوش مكسب عامة، يعني لأن العود دلوقتي يعني بيتباع في حدود 700 جنيه 800 جنيه، حق أقصى زي ما أنت عاوز في عود لغاية 15,000 جنيه. الفرق في الخشب نفسه بس. في الأوتار مش واحدة، الأوتار في أوتار غالية برضه، في أوتار بتاع بره، بيوصل عود، بيوصل الطقم في حدود 700 جنيه 800 جنيه طقم الأوتار. الأوتار بتاعتنا المصري في حدود 15 جنيه 20 جنيه. الغال من اللي دخل فيها ناس كتيرة دلوقتي، ناس بس عشان بقى فيها الصناعي دلوقتي بقى فيها مكسب، فالصناعي ما بيهتمش بالصناعة نفسها قد ما بيهتم بالمادة. لكن احنا ما كناش بنهتم بالمادة، كنا اللي داخل فيها ما كانش بيحب. حاليا دلوقتي أكترهم مفيش حد فيها بيحبها، بيحب بس هو بيكسب وخلاص. وبعدين بقت اكسسوارات. يعني كانت الاول كان بيجي القصعة دي احنا اللي بنعملها، الوش احنا اللي بنعمله، الطقم الشماسي لمؤاخذة اللي هو بيتركب في احنا كل حاجة في العود، اللي هو طقم الشماسي اللي هو ده كنا احنا اللي بنعمله. دلوقتي بقى كله بيتباع اكسسوارات صيني، لا مصري برضو، بس اللي بيعمل دي ما يعرفش يعمل، ما يعرفش يقفل العود. اللي بيعمل الرقبة لمؤاخذة اللي هي بتتركب برضو ما بيعرفش، هو بيعمل رقبة بس. كل واحد داخل فيها دلوقتي بيعمل حاجة واحدة، صاحباته ورش وما بيعرفش، ما بيعرفوش يعملوا حاجة. أصعب نجارة احنا نجارين أساسي، يعني كل حاجة بنعملها في النجارة أساس. أصعب حاجة نجارة العود ده كده. 8 حتت، 8 حتت. انت شايف في حتة باينة، شايف ان هو وش حتة واحدة صح، ده بيتطابق بيتعمل بعدين بيتمسح لمؤاخذة بيجي خام. في حسب ده بناتي للبنات ده بنات، لا هو بناتي، وممكن لمؤاخذة يعزف عليه واحد يكون عنده كرش، عشان ما يبقاش بيبقى حضنه ما بيبقى يعني برضو دي غير دي صحيح دي غويطه شويه، دي غويطه. واحد زي حالاتي كده يعزف رفايع، لكن المؤاخذة دوت ما يكون واحد عنده المؤاخذة كرش مليان شوية، مليان، فيبقى ايه، ما يعرفش بحركة مرحلة. واحد زي انا بقفل، بمسك القصعة زي كده اهوت، بعملها بقفلها وفي الوش وبربطها وبكولها زي كده، بيبقى زي كده اهو. في سترجي، بعد كده بيمسكوا سترجي بيقشطوا وبيلمعوا. بعد كده واحد بيجي يعمل اوطا، يعمل ياك المفاتيح دي،
يركب المفاتيح ويعمل حاجه اسمها انف، لمؤاخذه اللي هي الانف اللي هو جوه ده ولا فيش، ما فيش. هي مصر هي صناعه العود. محمد علي كان، محمد علي كان 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 احسن من كده. هو كده كده بقى محمد علي، مبقاش محمد علي. احنا كان في قهوه هنا عندنا قهوه تجاره، كل الفنانين مصر كلها مفيش واحد طلع بغير طلع من عند من قهوه التجاره دي. الفنانين اللي شفت كتير، شفنا كتير الفنانين كلها اللي كان محمد رشدي وكل اللي محمود عبد العزيز دوت ولا كريم عبد العزيز، كل دول كانوا بيقعدوا على قهوه التجاره. عبد العزيز محمود، محمد احمد علويه كان هنا، محمد علي كان هنا، فرقة حسب الله ابنه بقى اللي هو اللي واقف بقى عنده محل بره اسمه مصطفى فاروق. ده ابوه اساسا كان بتاع مزيكا، بتاع مزيكا بلا لا كان بتاع مزيكا حسب الله. في حياتي اكل عيش، هي حياتي كلها العود. انا عندي 70 71 سنه حاليا دلوقتي، شغال فيها بقالي 51 سنه وعندي 71 سنه، هي حياتي كلها لغايه ما اتكل لغايه ما